بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ بنتكلم بعد كده في البراكتيكال أو العملي على البلاد فيسيولوجي عن توبيك أو موضوع يسمى بلاد ترانسفيوجن، يعني يا دكتور نقل الدم. هنتكلم عن إيه يا ولدي؟ نقل الدم. طيب الكلام اللي هقوله دلوقتي فعليا يعني يمس حياتك أنت كراجل طبيب في المقام الأول، بغض النظر إن هو مهم جدا في الامتحان. لازم تكون عارف يا معالي الدكتور المحترم، لما يكون عندك عيان والعيان ده انت كدكتور قررت ان انت تديله كيس دم او كيسين دم او هكذا، يعني هتنقله دم، هو انت اول حاجه ايه هي الانديكيشن؟ انت بتدي العيان ده دم ليه؟ والله مثلا لو عيان جالك في حادثه وعيان عنده نزيف، فانت عايز يا دكتور المحترم العيان اللي نزف ده تعوضه، تدي له دم مكان اللي فقده. يبقى اول سبب في الانديكيشن ريستور لهول بلاد، يعني ترجع حجم الدم عنده تاني للنورمال او الطبيعي زي حالات النزيف او الهيموريج. او لو عيان مثلا يا دكتور عنده انيميا، في بعض الحالات من الانيميا الشديده بنلجا احيانا ان احنا ندي يا معالي الدكتور ار بي سيز او ندي دم للعيان علشان الدم عنده او الار بي سيز عنده فيها مشاكل. رقم ثلاثه اريستوبلاستوزيس فيتاليس، انت عارف يا دكتور في حالات الاريستوبلاستوزيس فيتاليس بيكون هناك تكسير في الار بي سيز بشكل عام، وبالتبعية انت بتحتاج تلحق العيان انك تدي له ايه؟ تدي له دم. معايا؟ يبقى دي بعض الانديكيشنز، ثلاث اسباب عندك اهم ليه بندي العيان دم. والله حالات الهيموروج او النزيف عشان نستعيد حجم الدم الطبيعي، ريستور اللي هو البلاد، او يا دكتور ريستور الار بي سيز، او على فكره ريستور اليمنت، ممكن ريستور البلازما، في عندنا كمان اكياس بلازما، ده ممكن ادي العيان بلازما بس، ممكن اديله صفائح دمويه بس، ممكن اديله يا دكتور المحترم نوع معين من الاليمنت او المركبات بتاعه الدم. فاهم قصدي؟ يعني تسمع مثلا يقول لك العيان ده محتاج بلازما، ما هو البلازما ده مكون من مكونات الدم، ممكن ادي العيان بلازما بس، اه زي عين المحروق عين الحرق. واحد عنده مشكله يا دكتور نقص في الصفائح الدمويه، هل في اكياس صفائح بس؟ اه. فهمت قصدي؟ رقم ثلاثه اريثروبلاستوزيس فيتاليس. طيب ايه هي يا دكتور دي بريكوشنز او الاحتياطات اللي محتاجين ان احنا ناخدها قبل ما ننقل دم للعيان او بيفور البلاد ترانسفيوجن؟ اول حاجه بيقولها لسيادتك يا معالي الدكتور المحترم ان البلاد لازم يكون كومباتيبل، يعني مثلا ما تديش تدي واحد من فصيله ما ينفعش ياخد منها، يبقى كل فصيلة دم أو كل شخص هيستقبل دم لازم ياخد من فصيلة كومباتيبل يا دكتور. وارجع بقى للفيديو بتاع البلاد جروبس، ما ينفعش أدي العيان من فصيلة هو ما ينفعش ياخد منها، يحصل تكسير في الدم وبلاوي سودا. أول حاجة يا دكتور لما تيجي تدي العيان دم لازم تتأكد إن الدم اللي هيدخل جسم العيان ده يكون خالي من الأمراض او من الديزيزز او من الكونتاميشن هو العدوى. ما تديش دم مثلا من عيان عنده ايدز، ما تبقاش مجنون، فاهمني؟ ما تديش دم يا دكتور المحترم لعيان مثلا عنده فايرال انفكشن او عدوى بكتيريه او فيروسيه في الدم، فاهم قصدي؟ طب رقم ثلاثه يا دكتور الدم ده ماست بي فريش، ما ينفعش تديله دم متخزن من زمان، يعني اخره كام يعني في التخزين؟ يعني الدم اخره في التخزين 20 يوم، لكن اكتر من 21 يوم يا معالي الدكتور المحترم ده اصبح دم قديم يترمي، ما ينفعش يتنقل لبني ادم، ويكون متخزن يا دكتور في درجة حرارة 4 درجة سليزيوس، ويكون هاي هيموجلوبين. خلي بالك كل الحاجات دي شروط أو بريكوشنز لازم نكون متأكدين منها من كيس الدم قبل ما يدخل أو تنقله للعيان. طيب بقول لك إيه يا عم، حصلت المصيبة والعيان خد دم من فصيلة ما ينفعش ياخد منها، يعني حصل incompatible blood transfusion، ما هي الإفكتس او المصايب اللي هتحصل على العيان؟ تعالى يا ابني عد معايا. اول حاجه اجلوتينيشن. يعني ايه اجلوتينيشن؟ انا بتكلم يا دكتور ان الار بي سيز نفسها بتتكسر وهتلزق في بعض. اوبا، يبقى الار بي سيز ايه يا دكتور؟ هتلزق في بعض وتتكسر. طب لما تمشي ار بي سيز متكسره وملزقه في بعض عارف تعمل ايه؟ ده تروح تقفل الكابيلاري. اوبا، طب لما تقفل الكابيلاري مثلا لو قفلت الكابيلاريز بتاعت اوعيه دمويه بتغذي المفاصل تعمل لك وجع في المفاصل. طيب لو قفلت الاوعيه الدمويه او الكابيلاري بتاعت القلب تعمل لك انجوينال بين، وجع زبحه صدريه، وهكذا. لو قفلت الكابيلاري بتاعت المخ تعمل هيديك او صداع، فاهمني؟ طيب رقم اتنين يا دكتور يحصل هيموليسيس، يعني تكسير في الدم بتاع العيان، تكسير في الدم بتاع العين. طب لما يتكسر الدم بقى عنده بيتكسر ان هو يا دكتور
الانتي بودز اللي موجوده في الدم عنده راحت على الدم الغريب او الار بي سيز الغريبه وعملت لها هيموليسيس وعماله تكسر فيها. فالعيان من كتر تكسير الدم عنده يدخل في شوك او صدمه، واثناء الشوك بيتم افراز ماده زي الهيستامين، والهيستامين دي ماده فازو تايليتور. فتعمل ايه في ضغط الدم؟ تقلل ضغط الدم، وعندما يقل ضغط الدم العيان يدخل في صدمه او شوك او كاردياك اريزميا. اريزميا اللي يا ابني مش الار بي سيز دي خلايا؟ اه. طب والار بي سيز عماله تتكسر؟ ايوه يا دكتور، ار بي سيز دي خليه في المقام الاول، يعني الايون الرئيسي اللي موجود جواها هو البوتاسيوم. فالار بي سيز لما تتكسر كتير يطلع منها ايه؟ يطلع منها بوتاسيوم كتير. طب زياده البوتاسيوم في الدم، يعني زاد بوتاسيوم بره الخلايا، ده يؤثر على كهرباء القلب ويعمل اريزميا، يعني عدم انتظام في الكهرباء بتاعت القلب بسبب الهايبر كاليميا اللي بتطلع من الار بي سيز اللي اتكسرت. أوي يا دكتور يا محترم، ما الار بي سيز لما تتكسر بيطلع منها هيموجلوبين صح؟ وانت عارف من نظري ان بعد كده هيكون عندنا صبغه اسمها البيليروبين. الصبغه ديت بقى لما بتطلع من الهيموليسيد ار بي سيز بقدر كبير لونها اصفر، فتعمل ايه في الجلد؟ تخلي الجلد لونه اصفر، والميوكوس ميمبرين عند الشفايف لونه اصفر، والعين لونها اصفر. ايه ده؟ ده الجوندس او الصفرة. طب يا دكتور الار بي سي اللي عماله تتكسر دي بيطلع منها هيموجلوبين، الهيموجلوبين ده يروح يترسب في النفرونز والاوعيه الدمويه بتاعت الكليه، يضرب الكليه ويبوظ الرينال تيبيولز ويعمل رينال فيلير. طب يا دكتور هقول لسيادتك الهيموجلوبين ده ماشي في الدم، ده بروتين، هيموجلوبين عباره عن بروتين. طب زياده البروتين في الدم ده يعمل ايه؟ يزود الفيسكوسيتي، يزود اللزوجه بتاعت الدم. طب هو مين بيضخ الدم؟ هتقول لي القلب. طب انا عايز اقول لك القلب بدل ما كان بيضخ حاجه يعني غير لزجه قوي زي الدم، بقى بيضخ حاجه لزجه زي عسل النحل، فالقلب يتعب ويدخل في هارت فيلير. معايا؟ ادي يا دكتور المحترم المصائب او الافكتس اوف انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن، اجلوتينيشن وهيموليسيس، وتعدي تحتها الاسباب. طب بقول لك ايه دكتور؟ هتقول لي يا نعم. هقول لك هل ممكن عيان ياخد كيس دم مناسب ليه ويحصل له مضاعفات؟ هقول لك اه. طب ايه هي الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعت عيان اخد كيس دم بتاعه، يعني كومبليكيشن اوف كومباتبل بلود ترانسفيوجن؟ عندي معايا اول حاجه يا دكتور يا محترم، اوفرلود. يعني ايه؟ بدل ما العيان محتاج كيس انت اتغبيت واديته كيسين دم، فحجم الدم عنده زاد، فالحمل على القلب زاد، فده يسمى ميكانيكال اوفرلود بسبب اكسس ترانسفيوجن. اديته بدل ما هو محتاج كيس اديته كيسين على سبيل المثال، او الدم اللي انت مديهوله فيه انفكشن، مصيبه كارثه سوداء، ممكن عين الانفكشن دي هتنتقل طبعا ليه، يعني ما ينفعش عيان عنده فيروس سي تدي تاخد منه كيس دم تنقل لعيان تاني تجيب له فيروس سي، ما تبقاش غبي. معايا؟ او يا دكتور هايبوثيرميا، انت مثلا انا بقول لك كيس الدم ده بيكون متخزن في درجه حراره 4 درجه سليزيوس، لما تيجي تنقله للعيان يلا هو بيتخزن في 4 درجه سليزيوس، بس قبل ما تنقله مباشره دفي كيس الدم شويه. دي تريكات بقى لدرجه دكتور. طب انا بدفي كيس الدم شويه ليه؟ عشان ما نقلش الدم ده مره واحده في جسم العيان درجه حراره الدم قليله، فيدخله في هايبوثيرميا او نقصان في درجه الحراره، وده يضرب الهوميوستاسيس ويؤثر على درجه حراره الجسم. خلي بالك. طب يا دكتور يا محترم، لو الدم كان مخزن لاكتر من 21 يوم، لو كيس الدم ده كان مخزن لاكتر من 21 يوم، عدد الار بي سيز اللي جواه ممكن يتكسر منها جزء كبير، لان اللايف سبان بتاعها هيكون عدى، ماشي؟ فبالتبعيه عدد ار بي سيز بيتكسر، فيزيد بوتاسيوم جوه كيس الدم، فتلاقيه العيان فبوتاسيوم كتير ماشي في البلازما، فيعمل هايبر كاليميا. والهايبر كاليميا لسه قايل لك من شويه ان هي بتعمل ايه؟ اهو بتعمل اريزميا او عدم انتظام في كهرباء القلب. تمام؟ ده يا ابني توبيك او موضوع علينا في العملي يسمى نقل الدم او البلاد ترانسفيوجن.